مستنيك. لا على راسي. لا يا عم ده العترة ده النهاردة موتني من الضحك. أنا شيرت بصراحة أنا بحب المسلسل ده. أنا لا أنا بحبهم كلهم، مكي يا حبيبي وأحمد جندي وكل، أنا من فانز الكبير. طب أنت هتعالجه إزاي ولا أنا ممكن نشوف في حالك؟ أنا بعت له نزلت له قلت له أنا كل اثنين وأربع وموجود. قالوا ان هم استعانوا بالمداح في كبير وخدوا النجاح الكبير عشان دي ناس ما عندهاش. احنا مع بعضينا، وانا خدت المشهد شيرته عندي على الصفحه وقلب الدنيا، فولا فارق معانا. احنا في الاخر احنا بنعمل شغل نبسط الناس ونبقى كلنا مع بعض. احنا مفيش حد عايز يطلع على دماغ التاني ولا بتاع، احنا كلنا في الاخر ناجحين الحمد لله. مش عايزين نقول مين نمرة واحد ومين نمرة اتنين ومين مش عارف ايه، احنا طالما العمل ناجح خلاص الحمد لله على ارض الواقع، يعني ده اللي يهمنا يعني. بس سلمان عايز بيعالج اشطر منك ولا ايه؟ انت على استعجاب برضو الناس بتقول لك ارقيني يا مداح. اه انت بترقي حد اصلا في الحياة بقى؟ والله على قدي يعني، على قد ممكن السروكه دي يعني اي حد يرقي التاني، واحلى حاجة ان انت ترقي نفسك بنفسك، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عايزها قبل المداح؟ اه عصر الرقية دي عندك وعندك كلنا عارفين. وضعها انت بتفهمي ده موجود، يعني التحصين ده موجود عند المسلم والمسيحي وعند كل الأديان. هو الشخص يؤمن بالسحر؟ انا بآمن بكل حاجة قالها ربنا في الكتاب، مش ده قرآن يا عم؟ موبايل مين ده؟ لا يشيل بس. من الجزء الاول للجزء الثاني اكتشفته غريب في عالم السحر، معانا كده كان غريب بالنسبه لي. أنا عشان أرد على السؤال اللي هو تآمن، بصي أي حاجة اتقالت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مؤمن بيها وده موجود، بس هم في الآخر ربنا لخصها لك وقال لك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وصدق الله العظيم. يعني هو في الآخر اللي هيحصل لك ده دي مش بتاعتك ولا بتاعت أي حد. دي الألعن السحر يا جماعة عشان تبقوا فين، الحسد ده اكبر من السحر بكتير يعني. ولازم اتعرض للسحر واتعرض للحسد ايه؟ نقدر نقول حوالي اللي اتعرض لحاجه من دول؟ ولا بركز في الحته دي خالص. انت تعب. شكرا. حد عايز يضرب جيركن قهوه؟ عايز تخلص عليا ماشي. حد هلال ممكن تعمل الجزء الثالث على منصه من 10 حلقات؟ يرجع للمؤلف لان هم دول برضو دول من اهم الشركاء يعني في العمل يعني. مدى حصل شويه قلق كده في بدايه العمل يعني، الناس زعلت، تامر شديد زعل شويه، كمال ابو فكره الافيشات لا لا احنا معانا نجوم محترمه. اسمع مني، ده كان في خلاف حصل مع الاستاذ كمال. هو لقى المنتج ما كانش بيرد على المنتج، يعني كان عنده حاله وفاه وتليفونه مقفول، وهو افتكرها ان يعني انت بتردش عليا وبتاع. فالراجل زعل، مفيش يوم واحد كلمته خلاص واتصافى الامور، وفعلا كان عنده حق. كان في افيش بيتحط لسه ما اتحطش، كانت الافيشات لسه ما اتجمعتش، ففي حد بلغ الاستاذ كمال من مساعدين او بتاع. فهو كانت حاجه كده، عارف انت العكوسات بتاعت المسلسل كانت موجوده في الحته دي، فخلصتها بسرعه وكلمت الشركه وكل حاجه حصلت تمام. تامر بالعكس عمره ما يزعل، ده تامر صاحبي واخويا واكتر واحد اجتهد في المسلسل ده جدا. بقى تامر شلتوت اكتر واحد، اقول لك على حاجه، ادانا افكار من عنده كبيره جدا في المسلسل، وافكار ما بتفيدهوش هو كممثل. يعني الطبيعي لو في ممثل بيدي افكار بيعمل حاجات اللي هو ايه، اللي هو يرمي عشان تيجي له، لا خالص والله، ده كان بيعمل افكار ليا والحسن والامي ومش عارف ايه. لا لا تامر ده ممكن يعمل معايا بعد ما اعرف ان هو من اتباع مليكه، هو اللي يعمل الحوارات دي كلها. احنا هنجرب باين هيقول لا هيطلع علم الدح اهو، بس مش هركز معاه. اللي حصل ده كله ان هو من اتباع مليكه، هو اللي بيعمل الحوارات دي كلها يعني. هيعرف ان كمال ابو رايه يعني؟ لا لا مش شطور. انت هتعمل ايه في كمال شطور؟ يعني انت عايز نحرق لك اعمل ايه؟ ما دي مشكلتي، اللي انا طيب قوي وبعرف. هقول لك يا عم هيعمل ايه؟ على سيره الافكار عادي يجاوب على السؤال. لا يا عم انا بهرج احرق.